هيا على السيدة ويهي دو دير كسر لواذا مركة لأي برامج كان يكفتك السياسة ده تضواتك برامج كان وهر دعي كفتك السياسة ده أحد كستك دعوتان فيسبوك ويميرك تضواتك هوري وانا يكسر قادة انه هيسو بيلها وذا دقاء سمالا واساس وبيلو بهيس عن كو آدي اما عن بربر دقاي درين كود هيا انك بتل ما تيجي دونا هيا خير ولبا هيا نبل دريك هيا كمان هسا هسا هيا هيا نيجي دونا ها مركا دمو ودي شيء كريه بيرها دقة بتلان بير ولبا هيا استي قاضي سموك واسع وانا هو سياسة ها اي كعبنا يا قلب قلك كعبنا ها مركا قل عن سياسة دا مين على كسوق جديد ها وبتلان كتر سن ها او كعام وصلوا سكيتش رجع نعسي نعسي ها دقة اللي بحن اللي يبيه ها هذه لا كوري عمبريو عمبريو مايدي وها مايدي ها أيان إيريا قيمها هستا عن سر الله هستا سيقادين يو هاي مركا وقولي كلا إلى ديشيش ديشيش هاي مركا بوساسي دكان هاي يو حجم سياسة ها وكده كلا إيه هاي مركا يو حسي هستا إلى هذا ها بدأتون بامريسو بدأتون بامريسو تيو تالي سيداي بيسكوي هاي كو كلام إحنا يود الله سياسة دود هواي ما راح يقبلته ها مركا سمالا بنقص عندنا الدور الشلا ها وزير ردي أول سمي ها نارتي مصبي هاي مركا وزير ردي ها أيا ميزان كبير صار دونا هو أساسي رك بنقص وكتجي ها مصبي ها كم ديهن شمال على حسين ها محمد بلا بلا إنا على بلا ها وكم ديها هاي بروفيسور سمتر ها وكم ديها على خليج بلاد ها رجع العروس ها نعم اسكندري هو اساسي وقوي هي سببته احنا كل شيء قدامنا ها برامجك القديس هو اساسي قوه كله ها هي قارنة دربه اي سلوكين ها قارنة اي ميلا عندي كو هبونين ها اي كعبونين هو اساسي اينو قاركود صاله سو قادنا ها انو برامجك اسول ما نقول هاد هو اساسي ان باشا خير ما خروك ها حل وزير ها اي سي موس هي نيكو وزيرك لا دغاي ها وحجه استراليا مرخو استراليا ها المشي الروايه كسعدك وا اساس موسى ايو وزيرك عصب ها اي جوجو استراليا ها اسمه يقانا ولا اسمعك بركان كنت ديار صفول يا ها هرجيس يمليا هي سيتوس موسى ومتيكر ومتيكر هي مو ركرا وزيرك اد مقعود اي قشانديك ها ايانا هبل هبل هي ولا لبدنين ها اسمه يقانا وا اساس بركان وين سلطانكي وموسى لحريرو ها سلطان سعيد ها او يلاهيركي ادغو بلمسي ها بلكارد انو نيكي هي انو بيني شيغي واساسه ويس دوغ هرغسي ما داو ورني كان ورني كان غو بلمي ولفتي ها هي مركا دي او دباته جيرتا واساس نين ادن غرينين او شقيس غرينين ها او اتراهيد وزير خير بانك دغ هي وها يانا ماشي كو جيرتا ها انن كو وزير وين دانيرو وناكسن واساس انن كو هادنا وان اقويه هانو ها فيلد كيس وا انجينير ني حاسو برت انجينير ها شقبه كمال دي اسكرتني وحلو دي اسكتوا شغلكم عليه وزيرك قاش عندك اي اسكو شقما اي سو له مقاتمه هين واحد انه راهو وانت مد وقف مد وقف ايديه ها دايتوس توس تاسو له تشغي ها دلع كان غير صول وحو كقاتل ها انت كسور جيدي على خليف يو معاي خاتمه يا خاتم هي مركا وزيرك فرتون فرتون ها انا كوره هي رجا صون ها ورقي كشلي على خليفه ها مركا دربو حلقه كم وقت ها سان سانتا ها ان على خليفه سونا ها وبناك تاعي بناك ها لا عنده قدي عنده قدي سونا ها مركا وين كان دونا برامج كو سودان ها وحنا تي دونا ميل كلنا ان اي دونا قلدقب قلدقب ها يا دباتك تاعك انت ها ما حشر حولها الوحريه ها هيا نسي لحسن كهر ها وردك حنا دقي هي halka waxa gali kara iyo kumaankum xoola ah oo lagu naaxiyo inta aan loo dhoofin Dubai iyo gaarkeeda iyo Arba haye dabeeto waxa kala meesha laga sameeyay borderka xuduudka Ethiopia meel noqonaysa custom custom lagu cashuuro alaabta ka soo gasha Ethiopia ha marka khiyaama imka dhacdaad haye this week haye Abdulli ha ayaa ka qaaday maxjirki meesha laga dhisi iyo custom kiba haye wuxuu ka dhigay ha مال صدح بيروت ها اي كو يالان اي لمن المادري هين اه دبيتو وها هوشا قالتي اه ان اسلانو ايدا اي عبدولي عبدولي اي ايددي اه اي قالتي ماجيكي اه ايو ان اي كاستم كيما هي مركا مال لا او كلي ولا اوبيرا لا سميستي اه ايا دغ حكا لا دغ هي
oo Itoobiyaana leeyahay halkan aanu ka dhigi doonaa. Haye. Itoobiyaana halkan raali kuma aha. Haye. Marka waa maxay sababtu? Sababtu waxa weeye reer Galdobob ayaa loo diiday inay noolaadaan oo maxjir ka dhaqaale ka soo galo oo baabuurtu daldasho oo xuluub buuxsamaan buuq dhinaca ganacsiga in meeshaas ay noqoto dee cirka isku shareerto ayaa la diiday. Marka Cabdiin wuxuu ka fikiraya kol haddii meel ay cirka isku shareerayso oo buruuqa ka dhacayso meel ay dadaal leedahay noqoto. Waa qabyaaladda dee maarta diib le dadka u gashay xuluubka ku noqotay. Marka reer Galdobob ayaa imika shirar ku jira ay Puntland kaga baxayaan oo ay galmudug ku geliyaan toddobaadka soo socda ayay ku wareegeen xaafnimo soo dhaweeyey in qoladan ay halka kasoo guuraan ku biiraan halkaasina halkaa ayay maraysa. Waxaanu eegi doonaa ciyaarihii ka dhacayay Muqdisho oo qaarkood la geliyay iyadana qabiil iyo reer iyo gobolays oo leeyahay goolhayaha inaga ilaaliya waa reer hebel goolhaye kaloo inaga hadla keena waxaasu dhan baynu ku soo qaadan doonaa todobaadka soo socda haddii ebaha wadali ogolaaday. Aad baan isalaam ku dhigin aad iyo aad ayaad u baahsan tahay Cali Xaraari mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan halka kasoo wadi doonaa kaftankiisa insha allah sabtida aad naga heli doontaa. Yasiinu kaftanka siyaasadda dee muddo waa ka soo shaqeynaya marka waxaan doonaya inaan break usii kurna siiyo aniga warwaa saas shaqa kale ku dhibe positionkaagii ayaan doonayaa inaan ninkala hayagareeyo oo inuu soo socdo oo saaxiibkan waxa weeyaan cismaan saxardiid cadaani oo wasiirkii hore warfaafinta soomaaliland oo imika aan lagu darin wasiirada cusub kuma jiray ayaa inoo soo socda minnesota marka barnaamijkan kaftanka siyaasadda ayaan positionkaagii siin doonaa adugu de qosol baad la timaadaa isagu maca oohintii ha raacay mararka qaarkood gabdada la kufsado iyo arrimo aad u xunxun baynu ka hadladhibaatooyin marka laga hadlay waxaan u bahan qof yar ooye isaga waan markasta qoslimoogta dhinacii qosolka lagu ku ficaya marka cadaani ayaan basishka insha allahu tacaala adigana bal meel kale ku eegi doona insha allah oo jeedaanida cadaani waa shaqadii ka qaaday durtaba waa adigu jeedaanid dhinaca